طيب الجغرافيا بقى، الحتة دي اسمها بحر، دلوقتي في الزمن المعاصر اسمه البحر الأبيض المتوسط. فالحتة دي كلها، كل ده بحر، تمام. الحتة دي مصر من أفريقيا، right؟ أوكي. الحتة دي كل ده من أول هنا لحد الإصبع هنا، ده اسمها آسيا. زمان كان اسمها سوريا الكبرى، زمان كان اسمها الشام. خلاص، كانت كل ده، بص، دي مصر أفريقيا، دي كلها من عند، بص، من عند صباعي اهو، كل ده لحد هنا اللي هو هنا، هنا بداية البحر. خلاص، من أول هنا لحد هنا كل ده آسيا. ها، كان اسمها سوريا الكبرى، كان اسمها بلاد الشام. خلاص، قبل أي خط اترسم على الورق، خلاص، كان في حاجة اسمها مصر اللي هي أفريقيا، موصولة بحاجة اسمها آسيا، الشام، سوريا الكبرى، وحاجة اسمها البحر الأبيض، البحر المتوسط. بحر في أفريقيا وفي آسيا، right؟ ده بقى الأصل. وبعدين شوية ناس جم وقال لك لا، نقسم التورتة علينا، حطوا ايدهم على التورتة بقى. خلاص، قال لك خد الحتة دي وهات الحتة دي وسمي الحتة دي، وراحوا عملوا ايه، خط من هنا وخط من هنا وخط من هنا. راح قال لك البتاعة دي اسمها كذا، بتاعتي البتاعة دي اسمها كذا، خدها يا عم، يلا ما تزعلش، وهكذا. اللي قاعدين هنا راحوا متقسمين هم رخرين حتت حتت حتت، وسموا كل حاجة حتة حتة حتة. بعد الشر بقى أفريقيا حصل لها نفس الحكاية، مفضلش دلوقتي غير البحر اللي ما تقسمش. لكن البحر ده بيقولك حدود إقليمية، مش عارفة ايه البحر ده. لو طلعنا لفوق هنلاقي فوق هنا بعد الورقة دي، خلاص، هنلاقي حاجة اسمها أوروبا بقى. أوروبا كل الفراغ ده اسمه أوروبا، عشان الورقة خلصت. هي دي بقى حدودهم الإقليمية. عايزين يلعبوا في البحر ده زي أي قراصنة في الدنيا دي. البحر ده القصة بتاعتهم هنا، بتوعون أوروبا القصة بتاعتهم هنا. البحر ده كان الوسيلة إنهم ييجوا ياخدوا الحاجات اللي في أفريقيا واحتلوها، والحاجات اللي في آسيا واحتلوها. البحر ده في سرسوبة من هنا، اتفتحت فوصلت ببحر تاني هنا اسمه البحر الأحمر. فهنا في بحر عدى على أفريقيا وآسيا وطلع على بحر الأبيض المتوسط. دي كلها أسماء
اللي عمل الخريطة اللي كتبها وحط عليها اسمه عملها كده. الناس بقى اللي قاعدة هنا، الناس اللي قاعدة هنا لما نيجي لهم، الوسخ بتاع البحر، رمي البحر، حاجات بتاعت البحر بتجيهم من هنا وياخدوا حاجتهم بقى، بياخدوا أرضهم، بياخدوا بلدهم، بياخدوا أرض بيوتهم، بياخدوا يعني بياخدوا كل حاجة. يا أخي ما ترحمنا من إنه حتى الشجر اتقلع، فاهم ازاي؟ حتى دي بقى في النصيب الجديد لسه فيها مخزون الطاقة اللي هو اللي يسموه الذهب الأسود، أعوذ بالله، شوية غاز كده علشان يمشوا كلام، يمشوا الحياة اللي هو way of life بقى، لأن هما بياخدوا الحاجة من مش بتاعتهم، من آسيا وإفريقيا علشان حياتهم هناك في أوروبا ومش عارفة إيه، الحياة بتاعتهم تبقى جميلة، عشان بعد ما بيسرقوا الحاجة بيوديوها بلدهم يعملوا بيها الحياة بتاعتهم بيستمتعوا. العركة كلها على انه الناس اصحاب الارض، اهل الارض اللي سموها السكان الاصليين لهذه الارض، المواطن الصالح لهذه الارض، فاهم كيف؟ مش راضي يمشي. يعني هو حاول من 100 سنة لحد دلوقتي يجي يبعته كده، يبعته يرميه في البحر، يعمل اي حاجة. فلسه في ناس قاعدة، وفي لسه ناس قاعدة. الناس اللي قاعدة هنا قريبة من البحر اللي فيه الغاز ده، تمام؟ تحت الارض اللي من هنا في معادن بقى، خلاص تحت الارض اللي من هنا في حاجات الله اعلم احنا لسه ما نعرفهاش، لانه ايه من اول ما اخذوا الشمال ده وهم مكبتين عليه جامد بالضبة والمفتاح، فاهم ازاي؟ تمام. غير انه في الحتة دي اتعمل اكبر قاعدة للنشاط النووي ده، اسمها ايه؟ مفاعل، يس. فالحتة دي عايزين ياخدوها ويعملوا فيها الغاز يطلع، والحتة دي هتبقى القاعدة للحماية بتاعت الحتة اللي هتجيب غاز دي. الحتة دي فيها شوية معادن، الحتة دي الله اعلم فيها ايه. عملوا كده في افريقيا ولسه بيعملوا كده في افريقيا، عملوا كده في اسيا ولسه بيعملوا كده في اسيا، يعني ما خلوا الا يعني، فما في حد سلم منهم الحقيقة. الناس دي النصيب بقى انه ده دول جيراننا، النصيب انه دول جيراننا بقى، هو ده بس النصيب. لما كانت بتتعمل في قارات تانية بعيدة عننا ما نعرفهمش، يعني خلاص هنعمل ايه؟ او جاء الدور عليك يا حبيبي اللي هو اكلته يوم اكل الثور الابيض، الثور الابيض ولا الثور الاسود او الثور الاحمر، كله حتاكل. هي دي القصة. غيروا في الجغرافيا عشان يزوروا التاريخ، هدوا اللي له 200 و300 و400 سنة من الشجر. في كنيسة لها 2000 سنة اتهدت، خلاص يبقى ده تزوير للتاريخ، عشان بعد كده هو إعادة البناء دي اللي هو فالحين فيها دي، يهدوا الحاجة علشان يبنوها من جديد.
غيروا في الجغرافيا عشان تزوير إلغاء التاريخ. ودمتم.